بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا زال الحديث موصولا عن معاني الباء. اقرأ يا سيدنا الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبشرين وهم أمين. ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد، قال: كفى فعلا فخرا بأنك منهم، ودهر لأن أمسيت من أهله أهل. أيوة. ولم أرى من انتقد عليه ذلك. طيب، الشيخ ابن هشام رحمه الله يقول: ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد. قلنا يا شيخ فهمي إن الباء تزاد في الفاعل، تزاد إيه؟ في الفاعل، كقوله سبحانه: كفى بالله شهيدا، أصلها كفى الله شهيدا، صح يا شيخنا؟ قال: ووقع في شعر المتنبي. المتنبي لا يستشهد بشعره لأنه أتى بعد عصر الاحتجاج، إنما يستأنس بكلامه يعني. فالشيخ يقول: ووقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية. احنا عايزين ايه يعني؟ تقع الباء زائدة في فاعل كفى ايه يا شيخنا؟ لا، مش متعدي اصلا، يعني كفى بالله شهيدا. ها؟ لا، اقصد يعني الباء تزاد في فاعل ايه؟ كفى غير المتعدي، يعني زي كفى الله شهيدا، كفى بالله شهيدا. المتعدية يا شيخنا ما تقترنش بها الفاء. قال تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال، لم يقل وكفى بالله المؤمن قتال. إذن الباء تزاد في فاعل كفى فقط بس، ومعناها كما قال الزجاج: كفى بالله شهيدا، يعني معناها أكتفي بالله شهيدا. قال: وهذا من الحسن بمكان. طيب، قال: وقع في شعر المتنبي زيادة الباء في فاعل كفى المتعدية لواحد، قال يعني الايه؟ متنبي. قال كفى، اقرا البيت. كفى فعلا فخرا بانك منهم، ودهر لان امسيت من اهله اهل. هو يقول: هذا البيت من البحر الطويل، وزنه فعول مفاعيل، اربع مرات في كل شطر. طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل. وهذه القصيدة للمتنبي مدح فيها شجاع ابن محمد، وهو مولد لا يحتج بشعره، يعني هو ليس من عصر الاحتجاج، يعني أتى بعد عصر الاحتجاج فلا يستشهد بشعره. كفى ثعلا، كلمة ثعل ده رهط الممدوح، يعني ناس وأقرباء الممدوح اللي هو اللي اسمه إيه شجاع ده، وهم بطن من طي. معنى بطن يعني يعتبر إيه قبيلة من قبائل طي. وكانوا من أرمى العرب، معنى من أرمى العرب يعني هم تفوقوا على غيرهم بالرمل، يعني في الحرب يرمون السهام يعني تقع في صدور الأعداء مباشرة. طيب، كفى ثعلا فخرا بأنك منهم، يعني يكفيهم فخرا أنك ده بخاطب شجاع بن محمد، أنك واحد منهم يعني. ودهر لأن أمسيت من أهله، ده أهله يعني الدهر نفسه أو الزمن، شرف لي إنك وجدت في هذا الوقت يعني. المعنى يقول: يكفي قبيل الثعل شرفا وعزا كونك منسوبا إليهم، ودهر وجدت فيه جدير بالفخر على غيره من أزمان لم توجد فيها.
طبعا دي مبالغة مذمومة يا شيخ، يعني يكون الدهر نفسه يفتخر على بقية الدهور وبقية الأزمنة إنك أنت ولدت فيه أو وجدت فيه، يعني دي مبالغة يا شيخنا. إيه وأحيانا الناحية المادية بيبقى لها سبب يا شيخنا. ها والشعراء والمثقفون إلا إيه. طيب على كل الشاهد لما قال يا مولانا الشاهد إيه الغرض من البيت بيان أن الباء زائدة في فاعل كفى المتعدي الواحد اللي هو قوله بأنك، صح؟ يبقى هو أصل كلام إيه شيخنا؟ كفى ثعلا فخرا أنك منهم، مظبوط يا شيخنا؟ يعني طبعا لاحظ أن أنك منهم أن تؤول مع اسمه وخبره ومصدر، يعني كونك منهم. فنلاحظ أن الباء دخلت في فاعل كفى المتعدي، وده مخالف لكلام إيه شيخنا؟ العرب. عشان كده الشيخ عقب بقوله إيه؟ ولم أرى من انتقد عليه ذلك. فهذا إما لسهو عن شرط الزيادة. شوف الجمال يا شيخنا، ولم أرى من انتقد عليه ذلك. أيوة، ولم أرى من انتقد عليه ذلك. يعني اعترض على المتنبي. والآن العجيب لم أجد أحد من العلماء اعترض على المتنبي. وبدأ يلتمس لهم العذر. قال إما لسهو عن شرط الزيادة، لأن شرط الزيادة إيه؟ أن يكون كفى أي قاصر على الفاعل فقط، زي كفى بالله شهيدا وكفى بالله حسيبا، أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة. يعني قالوا إن الشاعر اضطر إلى زيادة الباء في فاعل كفى المتعدد، والضرورات تبيح الإيه؟ المحظورات. طيب، أو لتقدير الفاعل غير مجرور بالباء. يعني عايز أقول لك إيه يا شيخنا؟ ده على زيادة الباء، يعني إيه؟ ممكن الفاعل، يعني عايز أقول البيت إيه؟ قليل إلا كفى ثعلا فخرا أنك منهم. يعني أنك في السماء يا شيخنا؟ يعني كأن الفاعل غير مجرور، وإن كانت الحرف لا يعتد به كأنه غير موجود يعني. كمل يا مولانا. وفعل رهط الممدوح وهم بطن مطيئ وصرفه للضرورة. لا، وصرفه للضرورة. وصرفه للضرورة. أيوة، يعني فعل على وزن فعل يا شيخ. نعم، فهو ممنوع من الصرف لكن صرفه يعني أيوة للضرورة الشعرية. إذ فيه العدل والعالمية كعمر. العدل يعني زي عمر معدول عن عامر. نعم. وزفر معدول إيه؟ عن زافر. نعم. وثعل يعني عن ايه؟ عن فاعل. فضل. ودهر مرفوع عند ابن جني بتقدير وليفخر دهر. ايوه، يبقى دهر ده فاعل لفعل محذوف، يعني وليفخر دهر. واهل صفة له بمعنى مستحق، اي يعني دهر مستحق. نعم. واللام متعلقة باهل. ايوه، باهل، لأن أهل ده مصدر فمتعلق به يا شيخ. متعلق. نعم. الجار والمجرور متعلق بكلمة أهل. وجوز ابن الشجري. وجوز ابن الشجري في دهر ثلاثة أوجه. أحدها أن يكون مبتدأ حذف خبره. يبقى كفى ثعلا فخرا بأنك منهم. ودهر أعربها مبتدأ بس الخبر محذوف يا شيخ. نعم. حذف إيه؟ يبقى دهر يفتخر بك. وصح الابتداء بالنكر لأنه قد وصف بأهل. يعني عندنا يا ولادي إيه؟ لا يجوز ابتداء بالنكرة، صح؟ ما لم تفد. وكيف تفيد النكرة؟ إذا خصصت أو عمت، إذا خصت أو عمت. اسمع يا شيخنا، قال تعالى: ولعبد مؤمن خير من مشرك. يبقى عبد نكرة، لما وصفت تأفادت التخصيص. ده مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. لا يجوز الابتداء بالنكرة لأنها مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. لا تقل رجل عالم، كيف تحكم أو تخبر بالعلم عن رجل مجهول؟ لا يجوز. إذا لابد أن يكون المبتدا معرفة، لأن النكرة مجهولة والحكم على المجهول لا يفيد. لكن النكرة إذا أضيفت
إلى نكرة، كقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، أو إذا وصفت والعبد مؤمن خير من مشرك والأمة مؤمنة خير من مشرك. هو يقول التخصيص ده لما ده مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، صح يا شيخنا؟ لأنه قال ودهر أيوة اقرأ العبارة كده. أيوة فين العبارة؟ أن يكون المبتدأ حذف أن يفتخر بك، وصح الابتداء بالنكرة لأنه قد وصف بكلمة أهل، صح؟ أيوة. اللي البيت يقول ودهر أهل، يبقى أهل دي صفة لمين؟ لدهر، ويبقى الخبر محذوف، يعني أهل يعني دهر أهل لأن يفتخر بك أو يفتخر بك يعني. فالنكرة عندما وصفت جاز الابتداء بها يعني. نعم. كمل يا شيخ. والثاني كونه معطوفا على فاعل كفى. فاعل ايه؟ كفى. ايوه فاعل كفى. هو بأن. يبقى أنهم، أي أنهم فخروا بكونه منهم. أي أنهم فخروا بكونه. وفخروا بزمانه. نعم. أي أنهم فخروا بكونه منهم وفخروا بزمانه لنضارة أيامه. وهذا وجه يقصد نضارة أيامه، يعني أيامه كانت أيام رخاء وأيام عز وأيام منعة، فهذه يعني إيه؟ عشان كده يقول لك لنضارة أيامه. وهذا وجه لا حذف فيه. لا حذف فيه لمين يا شيخنا؟ للباء. كمل. والثالث أن تجره بعد أن ترفع بعد أن ترفع فخرا. على تقدير كونه فاعل كفى، والباء متعلقة بفخر لا زائدة، وحينئذ تجر الظهر بالعطف، ويقدر أهلا خبرا لهو محذوفا. طيب البيت بيقول ايش هنا؟ كفى ايه؟ سعالا فخرا بأنك منه. أيوة كلمة بأنك دي. قال أن تجره بعد أن ترفع فخرا، يعني المفروض ايه؟ كفى سعلا فخر، على ان فخر فاعل لمين يا شيخنا؟ لكفى. كفى سعلا فخر. طيب ان تجره بعد ان ترفع فخرا على تقدير كونه فاعل كفى، والباء متعلقه بفخر، لاحظ ان فخر ده مصدر، تمام، متعلق به، فالجار المجرور متعلق بايه؟ بكلمه ايه؟ فخر. عارف التعلق يا شيخنا؟ التعلق، عارف التعلق ولا مش عارف؟ شيخ فهمي. ايوه يا مولانا. في تعلق وفي تعليق. التعليق هو إبطال العمل لفظا لا محل لوقوع ما له صدر الكلام. لما تقرأ قوله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما هذه حرف نفي. وعلم أخت من أخوات ظن تنصب مفعولين. نعم. صح يا شيخ؟ نعم. طيب. نلاحظ إن ما هذه علقت علم عن العمل، يعني منعتها من العمل في اللفظ لا في المحل. سمعنا يا شيخنا؟ أيوه. لأن ما النافية لها الصدارة، فلا تسمح لما بعدها أن يعمل فيما قبلها، أو لا تسمح لما قبلها أن يعمل فيما بعدها. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. أما التعلق يعني الجار المجرور يتعلق بالفعل. لما أقول مثلا جلس زيد في الدار، لا تقل جلس زيد الدار، لا يجوز، فهذا الفعل فعل لازم تعدى بواسطة حرف الجر. حرف الجر ده هو الذي أوصل الفعل إلى المفعول بعده. فلما أقول جلس زيد في الدار أصبح الدار المجرور لفظا لكن منصوب محلا. يبقى التعلق كما قال ابن هشام في كتاب المغني: الأصل أن هناك أفعال قصرت عن الوصول إلى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر. يعني ما صحش يقول جلس محمد الدار، لازم يقول ايه؟ في الدار. يبقى التعلق هو العمل في محل المجرور. يبقى الدار وإن كانت مجرورة لا يشتم محمد، لكن هي مجرورة لفظا لكن منصوبة محلا على أنها مفعول به، يعني ده اسمه يا شيخنا؟ التعلق. فهو يقول: كفى سعلا فخر بأنك. يبقى الباء هنا متعلقة بكلمة فخر، صح يا شيخنا؟ طيب، يعني تعدد بواسطة الباء يعني، وليست ها؟ وحينئذ تجر الظهر آه
يبقى هنا ليست الباء داخلة على ايش يا اخنا؟ ليست زائدة. ليست ايوه ليست زائدة. كمل يا شيخ. وحينئذ تجر الظهر بالعطف. تجر الايه؟ الظهر بالعطف. بالعطف يعني قل ايه؟ بأنك منهم يعني بكونك يعني. ودهر على انها معطوفة ايه؟ على كلمة أنك. كمل يا شيخ. ويقدر أهلا خبرا لهو محذوفا. ويقدر إيه؟ أهلا خبرا لهو محذوفا يعني هو أهل. أيوه يبقى كلمة أهل ده خبر لمبتدأ محذوف صح؟ صفة لدار. يبقى كلمة هو أهل وليس صفة لدار. كمل يا مولانا. وزعم المعري أن الصواب نصب دهر بالعطف على ثعلى. قال المعري قال إيه؟ أن الصواب نصب دهر إيه؟ بالعطف على ثعلى. أي كفى دهرا هو أهل لأن أمسيت من أهله أنه أهل لكونه. يبقى نصب دهر بالعطف على ثعلى، يبقى البيت كفى ثعلى، وإحنا قلنا المقصود بكلمة ثعلى إيه هي المقصود بها؟ قوم. ايوه يعني رهط من بني طي. يبقى كفى ها دهرا هو اهل. ايوه يبقى دهرا معطوف على ايه يا شيخنا؟ على ثعلى. زعم المعري ان الصواب نصب دهر بالعطف على ثعلى. يبقى كفى ثعلى بانك منهم. قال ودهرا معطوف على ايه يا شيخنا؟ على ثعلى. كمل يا شيخنا. أي وكفى دهرا. نعم وكفى دهرا هو أهل لأن أمسيت من أهله أنه أهل لكونك من أهله. تمام. ولا يخفى ما فيه من التعسف. يعني الكلام ده بعد أن قاله أو نقله الشيخ. نعم. عن من يا مولانا؟ علي بن الشجري. قال ولا يخفى ما فيه من التعسف. يتكلم عن المعري. ها؟ هو يرد على المعري. المعري؟ إنما الأخير المعري. طيب. وعليكم السلام. قول يا شيخنا. قال ولا يخفى ما فيه من التعسف. ايوه. وشرحه انه عطف على المفعول المتقدم وهو ثعلى والفعل المتاخر وهو انك منه. قول كده يا شيخنا. قلنا وشرحه وشرحه. اللي هو ايه يا شيخنا؟ كمل العباره اللي بتقولها يا شيخ. قال ولا يخفى فيه من التعسف. وبعدين قلنا وشرحه صح؟ لا وشرحه. شرحه يعني شرح التعسف. التعسف اللي هو يعني لم يرتضه الشيخ. نعم. يعني قال شرحه انا عايز اشرح لك التعسف يعني يبينه. اي يبينه يعني وشرحه انه عطف على المفعول المتقدم وهو ثعلى والفاعل المتاخر وهو انك منه منصوبا ومرفوعا وهما دهرا وان ومعمولها معمولاها وما تعلق بخبرها. ثم حذف المرفوع المعطوف اكتفاء بدلاله المعنى. شوف هو ده التعسف يا شيخ. ده التعسف اللي ايه اللي يقصده؟ يقول اشرحه انا وشرح التعسف. وزعم الربعي ان النصب بالعطف على اسم ان. الربعي ده اسمه علي بن عيسى ابن صالح البغدادي الشيرازي الاصل. فهمت يا شيخنا؟ اشتغل ببغداد على السرافي. السرافي ده اللي شرح كتاب سيبوي. معنى اشتغل يعني تتلمذ على يد السراف يعني. فهم يا مولانا؟ ثم خرج إلى شيراز فقرأ على أبي علي الفارسي 20 سنة ثم رجع إلى بغداد. شوف صبر العلماء يا شيخنا. النهارده تيجي الطالب يحضر مرة وتلاقيه مثلا ممكن يولي الأدبار وما يجيش تاني. واخد بال حضرتك؟ ومن يصطبل العلم يظفر بنيله. ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. فالصبر العلم عايز الصبر عايز تصبر يعني يصطبر العلم يعني يجاهد نفسه لكي يحظى بهذا العلم النافذ. فشوف سبحان الله اللي احنا بنتكلم عنه الاسم الرابع ده يعني ذهب الى ابي علي الفارسي وتتلمع على يديه 20 سنة يا مولانا. يا سلام. كمل يا شيخ. وزعم الربعي ان النصب بالعطف على اسم ان وان اهل عطف على خبره ولا معنى البيت على تقديره. الشيخ بيعترض عليه بيقول لك البيت مش هيبقى كل ليس على هذا التقدير لا كل البيت معنى اصلا.
كمل يا شيخنا. والضرورة، والضرورة كقوله ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت له بني زياد. طيب عايزين نشوف البيت ده سيدنا الكريم. ألم يأتيك، هذا البيت من البحر الوافر لوافر عبرتي رق طباعي مفاعلة مفاعلة ما فاعل. قائله قيس بن زهير العبسي وهو رجل جاهلي. سمعني يا ولد ولا لا؟ قال ألم يأتيك، يعني ألم يبلغك والأخبار سرعان ما تنتشر الذي لاقته نياق بني زياد من السلب والنهب الذي أوقعته فيها، يعني عندما سلبت وأخذت نياق بني زيد قبيلة من قبائل العرب، يعني حتى كانوا في الجاهلية بيفتخروا بالنهب يا شيخنا والسرقة، يعني سبحان الله، يعني كانوا بيفتخروا بالسرقة والنهب. فالشاهد قال زيادة الباء في فاعل يأتيك، صح يا شيخنا؟ بفعل إيه؟ ألم يأتيك بما لاقت، يعني ألم يأتيك ملاقات. سمعنا يا مولانا؟ طيب الشاهد في زيادة الباء في فعل يأتيك وهو الاسم الموصول اللي هو مادي. ضرورة، دي ضرورة شعرية يا شيخ. ضرورة إيه مولانا؟ شعرية. كمل يا سيد. وقوله مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسرمالي. وقال يا شيخنا؟ مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي وسرمالي. هذا البيت من البحر السريع، مستفعل مستفعل فاعل سارع لقتلي إنني قابل مستفعل مستفعل فاعل. ده مطلع قصيدة لعمرو ابن مل قط بوزن منبر، وده طائي يعني قبيل الطي يعني طائي. فهو يقول إن ما حصل لي الليلة من غم وهم هلك نعلايا وقميصي بسبب ذلك، وهو كناية عن شدة ندمه وتحسره. طيب ده المعنى العام. الشاهد زيادة الباء بفاعل أودى، إن لما قال الشاعر يا شيخنا مهما لي الليلة مهما لي أودى بنعلي، سمعنا يا شيخنا؟ ونعلي قال دي تثنية نعل، لأنه قال أودى بنعلي أودى بنعلي، ده تثنية نعل، يبقى نعل تثنيتها نعلين يعني. وهو معروف النعل إيه؟ معروف، ربنا قال لسيدنا موسى اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طيب أودى بنعلي وسربا لي، السربال يعني القميص الذي يسلك في العنق، يعني زي ما احنا بنلبس كده الله. طيب أو هو الدرع، ربنا قال سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم إيه؟ أيوة. وهنا في محذوف يا شيخنا، تقيكم الحر أيوة البرد، وعشان كده استشهد بعض العلماء لقوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إن نفعت وإن لم تنفع. ليه؟ لأنه يعني حذف من الثاني دلالة الأول عليه، يعني ذكر إن نفعت وإن لم تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإيه؟ بتبليغ رسالة وإنذار الناس سواء يعني قبله أو لم يقبل. وذكر بعض رسل الله لعله سيدنا صالح ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كمل يا مولانا. وقال ابن الضائع في الأولى إن الباء متعلقة بتنمي. وقال ابن الضائع في الأولى أيوة إن الباء متعلقة بتنمي. أيوة تمام. وإن فاعل يأتي. وقال ابن الضائع في الأول إن الباء متعلقة بتنمي، في الأول يعني البيت الأول يا شيخ. ألم يأتيك ولا أنباء إيه؟ تنمي بما لاقت، صح يا شيخنا؟ نعم. قال الباء دي متعلقة بإيه؟ بتنمي وليست زائدة. نعم. فهمنا يا شيخنا؟ ده الكلام ده لمين؟ وإن فاعل يأتي مضمر. سمعنا يا شيخنا؟ نعم. أيوة الفاعل إيه؟ مضمر. يعني ألم يأتيك والأنباء تنمي يعني هي.
سمعنا يا شيخنا؟ كامل يا مولانا. ها، فالمسألة من باب الإعمال. أيوه تمام. وقال ابن الحاجب في الثاني: الباء معدية. طبعا باب الإعمال اللي احنا بنعرفه ده اسم باب التنازع. نعم. باب يا شيخنا ايه؟ والتنازع توجه عاملين على معمول واحد. أقول مثلا ضربت وأهنت زيدا، ها؟ قد بغى واعتدى يا عبداك، كلام ابن مالك في الألفية يعني. فده اسم باب التنازع. والتنازع إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني، وإذا أعملت الثاني أضمرت في الأول. يعني ما أقول مثلا يعني بغى واعتدى يا عبداك، أو بغيا واعتدى عبداك، يعني إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني، وإذا عملت الثاني أضمرت في الأول، إنهما تنازعا على شيء مرفوع اللي هو العمدة يعني، فلا بد كل منهما يطلب هذا الفاعل. طيب كمل يا شيخ. وقال ابن الحاجب في الثاني: الباء معدية كما تقول ذهب بنعلي. وطبعا معنى التعدية يا شيخنا يعني تجعل لازم متعدي. ده اسمه ايه يا شيخنا؟ لما اقول مثلا ايوه ذهبت بزيد، فالباء هنا ليست زائده انما متعديه، يعني جعلت الفعل يتعدى الى المفعول. بان ذهب ده فعل يا شيخنا لازم، ذهب زيد. لما تقول ذهبت بزيد الباء دي متعدي، يعني جعلت الفعل يتعدى، أصبح زيد مجرور لفظا لكن منصوب محلا على أنه مفعول يعني. كمل يا شيخنا. ولم يتعرض لشرح الفاعل وعلى. أيوة ده مين؟ ابن الحاجب. نعم صح؟ نعم. يعني ذكر الباء على أنها يعني التعدية ولم يتعرض لشرح الإيه؟ الفاعل. وعلى يعني لم يتعرض، يعني هل الفاعل اسم ظاهر ولا ضمير؟ ما تعرضش لي أصلا اللي هو الشيخ اللي هو ابن الحاجب ده. وعلى ما يعود؟ وعلى ما يعود إذا قدر ضميرا في أودى. أيوة يعني لو قال أودى هو دي تعود عليه، يعني كل هذا لم يوضحه ابن الحاجب، وكأنه ينتقد الشيخ، ينتقد كلامه يعني. ويصح أن يكون التقدير أودى. بدأ هو يجيب على الأشياء اللي سألها للشيخ يعني. نعم. أودى هو. أيوة. أودى هو ده يعني أودى مود، يعني يعود على مصدر يفهم من الفعل يعني. أودى مود، هو ده عيد على مود اللي هو المصدر. أي ذهب ذاهب كما في الحديث. نعم لا مود أيوة شيخنا. أودى مود. أيوة ذهب ذاهب. ها؟ أي ذهب ذاهب يعني يفسر معنى أيوة ذهب ذاهب كما جاء في الحديث. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أيوة. ولا يشرب هو أي الشارب إذ ليس المراد ولا يشرب الزاني. أيوة لأن الحديث لا يزني الزاني وهو مؤمن. نعم. طب ولا يشرب الخمر، ما يصحش يقول ولا يشرب الخمر وهو إيه؟ وهو زان. نعم. لا ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فاهمين يا أولاد ولا لا؟ كمل يا شيخ. والثاني مما تزاد فيه الباء المفعول. نحو ولا تلقوا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يا سلام. أصلها ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة، أصلها كده ولا تلقوا أيديكم. فدايما حرف الزائد يا أولادي يفيد الكلام توكيد، لأن في بعض الناس يظن الزائد ممكن نحذفه، ده خطأ. وطبعا من باب أولى إن احنا في القرآن الكريم تأدبا ما نقولش حرف زائد، نقول حرف صلة تأدبا، لأنك لو قلت زائد ربما يظن ظان إن المقصود به يعني ليس له معنى، وكل حرف في القرآن له معنى. فنقول إيه حرف صلة أو حرف توكيد، لكن ما نقولش حرف إيه يا شيخنا؟ زائد تأدبا مع القرآن الكريم. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أصلا ولا تلقوا أيديكم. كمل يا شيخنا. وهزي إليك بجذع النخلة. يبقى أصلا هزي إليك جذع النخلة. فليمدد بسبب إلى السماء. يا سلام. يبقى فليمدد سببا. نعم. ومن يرد فيه بإلحاد، يعني ومن يرد فيه إلحاد ظلم. فتفق مسحا بالسوق. يبقى مسحا
السوق ايوه أي يمسح السوق مسحا ايوه يمسح السوق ايه يا شيخنا مسحا يعني ده مفعول مطلق حذف عامله زي ايه يا شيخنا اذكر الله كثيرا يعني اذكر الله ذكرا كثيرا صح يبقى ده مفعول مطلق حذف عامله اللي هو الفعل يعني كامل يا شيخ ويجوز ان يكون صفه ايوه اي مسحا واقعا بالسوق تمام وقوله نضرب بالسيف ونرجو بالفرج الشاهد في الثانية فأما الأولى فالاستعانة الاستعانة لأن آلة يعني زي ما أقول قطعت بالسكين كتبت بالقلم فالباء هنا للاستعانة لأنها تدخل على آلة الفعل لكن اللي أقصد بالاستعانة بالسيف. نرجو بالفرج يعني ده استعانة يعني أيوة الأولى هي السيف نضرب السيف اتفضل يا شيخ وقوله سود المحاجر لا يقرأنا بالسور لا بالسور ولا بالسور ايوه سو اسمها يا شيخنا هو يقول يا شيخ فهم هن الحرائر لا ربات أخمرة سود المحاجر لا يقرأنا بالسور سمع يا مولانا البيت ده هو بيقول ان احنا سبق ان احنا شرحنا البيت رقم 32 ايوه شوف يا مولانا الكريم علشان تعرف البيت يا مولانا هن الحرائر لا ربات أحمرة قال البيت من البحر البسيط والقائل الراعي النميري وقبله صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخرى يا سلام شوف اللي بيحب بيعمل ايه مولانا نعم ها يعني كما يقول بيحب حبيبي وبحبيبي برضه يقول صلى على عزة ده حبيبته يا شيخ نعم الرحمن والصلاة من الله المغفرة نعم يدعو لها صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها الأخرى يعني لا دي ممكن يكون لي أكثر من رواية ها أكثر من رواية لا ما يجيبش خالتها طب عمتها راحوا فين احتمال هم بجنبها يعني صح يا شيخنا فهي جارتها يعني اللي ساكنين معاها يا اولاد وجارتها ده ممكن يكون اقارب وغير اقارب كسياق البيت جارتها يا شيخنا السياق يعني قلنا ليلا وليلا صلى على عزة الرحمن وابنتها هو قال صلى على عزة الرحمن وابنتها يعني صلى على عزة وعلى ابنتها بعدين وابنتها ليلى ليلى دي يعني تعتبر ايه بدل ها؟ لبنى لبنى؟ نعم خلاص لبنى ولبنى يا شيخ هنعمل ايه طيب؟ الاختلاف يعني نسك يعني هو يقول يعني ان عزة وبنتها وجاراتها خيرات كريمات او خيرات كريمات يتلون القرآن وليس بإماء سود ذوات حمر يسقينها ده معنى وطبعا في روايه بدل حمر اخمره يعني يقول ان عزة وبنتها وجارتها حرائر وليس ذوات اخمره يعني لان المراه معروف كان الامه غير الحره تستر نفسها بعكس الامه يعني سمعنا يا شيخ خدمتها ايوه يقول يعني وليس سود المحاجر لان اللاتي يلبسن الخمار ويسودن محاجرهن ليس من الأكابر ويقول وإنهن قرأن القرآن طيب لما قال البيت يا شيخنا لا يقرأن بالسور أصلها لا يقرأن السور يعني مش من الناس اللي هم يتكسبوا بقراءة القرآن يعني واحدة مثلا بنتها مثلا مريض تقول لها أنا أرقيها وإيك نعم يعني هذا معنى لا يقرأن يعني معناها لا يتقربنا بقراءة القرآن لأخذ أموال الناس يعني. نعم.
الشاهد يا شيخنا لا يقرأنا إيه؟ السور، مظبوط؟ إيه الشاهد يا مولانا الكريم في هذا البيت؟ قد يقرأنا بالسور حيث زيدت الباء بالمفعول. نعم. خلاص يا مولانا؟ تمام. كمل يا شيخ. وقيل ضمن تلقوا معنى تفضوا. أيوه، وقيل إيه؟ ضمن تلقوا معنى تفضوا. أيوه، تلقوا اللي هي إيه يا شيخنا؟ ولا تلقوا بأيديكم. نعم. مظبوط؟ طيب، إيه حكاية التضمين؟ عرفت التضمين يا شيخنا؟ نعم. الشباب بيتكلم على كده. أيوه أحسنت، أنت عارف ما شاء الله كويس. التضمين يا شيخنا أن تضمن كلمة معنى كلمة فتأخذ حكمها. قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. عزم تتعدى بحرف الجر، أقول عزمت على كذا. لماذا عديت بنفسها هنا؟ لأنها تضمنت معنى ولا تنوع عقدة النكاح. ده يسموه إيه؟ التضمين يا مولانا. كمل يا شيخنا. وقيل ضمن تلقوا معنى تفضوا. أيوه. ليست زائدة. ها؟ ليست زائدة. أي نعم. ويرد معنى عفوا يرد او يرد لا ولا يقول يرد معنى يهم او يهم او ايه او نرجو معنى ايه نطمع وقرانا يعني يرقينا ويتبركنا هنا ويريد ها ليس معنى ويريد لا هو اللي يعني في البيت بيقول ايه الايه بقول الايه لا بتقول ايه؟ يرد في الآية ومن يرد فيه بالإلحاد ومن يرد فيه بالإلحاد يقصد بيرد هنا بمعنى يهم تمام ومن يهم فيه بالإلحاد تمام تم يلا نعم ونرجو معنى نطمع ونرجو بالفرج يعني هو في البيت الأخير قال ونرجو بالفرج فنرجو صح؟ معناها نطمع والآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتها ومن يرد فيه ايه بالإلحاد صح؟ نعم ومن يرد فيه بالحال مش كده مولانا يعني هو معناها ايه كل... اي نعم يقول في هذه الايات كلها فيها تضمين تمام ليست زي كويس يلا ويقرأنا معنى يرقينا ويتبركنا وانه يقال قرأت بالسورة على هذا المعنى ايوه على هذا ايه شيخنا المعنى اللي هو معنى التبرك يعني يعني ما اقول مثلا يقرأنا بالسورة يعني يتبركنا بقراءة السورة نعم ولا يقال قرأت بكتابك لفوات معنى التبرك فيه ايوه ليه ما تقولش قياسا يعني وقرانا بالسور تقول قرات بكتابك لان ما فيش تبرك هنا بقراءه الكتاب نعم قاله السهيل وقيل المراد لا تلقوا انفسكم الى التهلكه بايديكم في محذوف يا شيخنا حذف المفعول به يعني ولا تلقوا انفسكم الى التهلكه بايديكم يبقى حذف المفعول يا شيخ نعم. ده كلام مين لم يذكر قائلا كمل يا شيخنا ايوه فحذف المفعول به والباء للآلة كما في قولك كتبت بالقلم ما احنا قلنا هذه نعم ايوه او المراد بسبب ايديكم ايوه الباء اما الباء يعني سببيه بسبب ايديكم نعم كما يقال لا تفسد امرك برايك واما للاستعانه يعني كتبت بالقلم يعني مستعينا بالقلم نعم وإما السببية زي إيه؟ بسبب أيديكم نعم كما يقال لا تفسد أمرك برأيك وكثرت زيادتها في مفعول عرفت ونحوه وقلت في مفعول ما يعني تقول يا شيخنا عرفت بزيد علمت بزي علمت به سمعت بحال عمرو نعم يعني يقول كثر زيادتها في مفعول عرف يعني عرفت اللي هي أصلا عرفت زيدا تقول عرفت بزيد كمل يا مولانا وقلت في مفعول ما يتعدى الى اثنين لا لاثنين ما في مفعول ما يتعدى لاثنين لي مولانا مشكله انا عندي لاثنين كقوله تبلت فؤادك في المنام خريده تسقي الضجيع ببارد بسامي لا بسامي يا مولانا بسامي ايوه شيخنا كثير التبسم ايوه يا شيخنا يا سلام وقد زيدت في مفعولك لا 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 لحظه بس لحظه هذا البيت من البحر الكامل وزنه جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل 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 قاله سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه من قصيده ذكر فيها الحارث بن هشام المخزومي
ده أخا أخا لإيه؟ أبا جهل، وهزيمته يوم وقعت بدر الكبرى، ثم أسلم وحسن إسلامه. سمعني يا شيخنا؟ يعني أخا أبو جهل ده كان مشرك زي، وقع في الأسر في موقعة إيه؟ بدر. ولما يعني ناله التسريح بإحسان، نعم، أسلم وحسن إسلامه. قال: تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام. تبلت فؤادك يعني أصابته بالتبل، وهو السقام والفساد. معلوم الإنسان يعني إذا أحب إنسانة، هذه الإنسانة يعني تؤثر في قلبه، يعني كلما تذكرها أصابه السقم والإعياء، لأنه لم ينلها. يعني تبلت فؤادك في المنام خريدة، في المنام يعني في النوم يعني، ها؟ طيب، أيوة. وبعدين النوم ده قسمان، في نوم العين ونوم القلب. فنوم العين دي فترة طبيعية تعتري الحيوان وتتعطل حواسه به، أما نوم القلب فهو تعطيل القوى المدركة، والثاني لم يقع منه صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه لا ينام، كما في الحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. ورحم الله البصير إذ يقول: لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم، صلى الله عليه وسلم. تبلت فؤادك في المنام خريدة. الخريدة هي في الأصل اللؤلؤة التي لم تثقب، ثم استعملت في البكر التي لم تمس. يعني مشبه الفتاة البكر بالإيه؟ بالخريدة، يعني باللؤلؤة التي لم تثقب. طيب، تسقي الضجيع ببارد بسام. الضجيع المراد به ضجيع تلك الخريدة التي يضع جنبه على الأرض إلى جانبها، والجمع طبعا مضاجع. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. بارد بسام أراد به رضاب ثغرها وهو ريقه، فيكون التقدير بريق ثغر بارد بسام. طبعا الوصف يعني ده للفتاة الجميلة. يقول: يا حارث، تركت أخاك أبا جهل في الميدان مجندلا يعني مقتولا يعني، وهربت جبنا وخورا لأن قلبك قد فسد وخلى من الشجاعة لكثرة تفكيرك بالنساء الحسان اللاتي يسقين ضجيعهن من ثغرهن وريقهن العذب البارد. طبعا بيعيروا بجبنه وهروبه من المعركة، لكن سبحان الله ربنا من عليه بالإسلام فحسن إسلامه. الشاهد في البيت: تسقي ببارد، حيث زاد الباء في المفعول الثاني لتسقي، لأن هو قال يا شيخ تسقي الضجيع ببارد، يبقى أصلا تسقي الضجيع باردة بسام، فزيدت الباء في المفعول الثاني. هذا الشاهد فيه يا شيخ، كمل يا مولانا. وقد زيدت في مفعول كفى المتعدية لواحد، منه الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يا سلام، كفى بالمرء إثما أن يحدث، ولا كفى بالمرء، كفى بالمرء إثما أن يحدث كذبا بكل ما سمع. أيوة، طيب، الشاهد بكل، كمل يا شيخ. وقوله: فكفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا البيت يقول: كفى بنا فضلا على من غيرنا، حب النبي محمد إيانا، صلى الله عليه وسلم. هذا البيت من البحر الكامل، جمع الجمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. نسب لسيدنا كعب بن مالك صاحب يا شيخنا قصيدة البردة، نعم، وقيل لسيدنا حسان ابن ثابت، وقيل لعبد الله بن رواحة، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول:
إن الله عز وجل سماهم الأنصار في القرآن الكريم لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن والاه، يعني نصروا الرسول ونصروا من والاه من المهاجرين. طيب، ثم قال: يكفينا شرفا وفخرا على جميع الناس محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا. نعم. فقال: كفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك إلى الشاهد في البيت. كفى بنا، حيث زيدت الباء في المفعول به لكفى، صح؟ نعم. يبقى كفى كفانا، يبقى كفانا. نعم. على أننا نادى مفعول بها شيخ. نعم. وكلمة حب النبي ده فاعل كفى مؤخر. كمل يا شيخ. ها، وقيل إنما هي في البيت زائدة في الفاعل، وحب بدل اشتمال على المحل. قول كده يا شيخنا، وقيل إيه؟ إنما هي في البيت، هي بنام، زائدة في الفاعل. زائدة يا شيخنا في الفاعل، يعني أيوة. وحب إيه؟ وحب بدل اشتمال على المحل. طيب، نشوف الموضوع ده يا شيخنا. وقيل إنما هي في البيت، فين البيت يا شيخنا؟ فكفى بنا فضلا. أيوة، يبقى كفانا، صح يا شيخنا؟ فبيقول إنما زيدت في البيت، إنما هي في البيت زائدة في الفاعل. أين الفاعل هنا يا شيخنا؟ هو نا. نا هنا فاعل، هنا نسمة مفعول. طيب، نشوف البيت علشان إيه نتيقن من هذا الكلام. أولا يا مولانا الكريم، قال فكفى بنا، الفاء دي حرف استئناف، وكفى ده فعل ماض مبني على فتح مقدر على الألف منع مظهور التعذر. بنا الباء دي حرف جر زائد، ونا ضمير مجرور لفظا لكن منصوب محلا على انه مفعول به لكفى. فضلا ده تمييز منصوب، على ده حرف جر، من ده نكره موصوفه مبنيه على سكون في محل جر بعلى، معنى موصوفه يعني بعدها صفه يعني. طيب، على وبعد كده قال ايه يا شيخ؟ غيرنا ده صفة من؟ صفة يا شيخنا؟ هذه معنى نكرة موصوفة. نكرة موصوفة يعني بعدها صفة. نعم يا شيخنا؟ أو من اسم موصول هنا هلا؟ ماشي، وقال وعلى اعتبار من اسم موصولا. نعم، غيرنا الصفة. أيوه، ما هي يجوز هذا ويجوز هذا يا شيخ. نعم. يجوز أنها تكون نكرة موصوفة أو تكون إيه؟ اسم موصول، يعني تحتمل الامرين يعني. نعم. الشاهد في البيت كما قلنا كفى بنا، حيث زاد الباء في المفعول به لكفى، ده الموجود يا شيخ، فهم يا مولانا؟ هذا القول قال ابن هشام. القول الاخر قال لا، نا هنا مفعول فاعل ليس مفعول. هنا قال، يعني قال ابو حيان في شرح التسهيل: اكثر اصحابنا خرجوا على زياده الباء في الفاعل. ايوه، اللي هو القيل. ايوه، وجعل حب النبي بدل الشمال من المجرور بالباء على المحل. وليس هو الفاعل. هو كمل 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 ها. وقال المتنبي: كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني. يا سلام، طبعا البيت ده فيه مبالغه يعني جميله في علم البلاغه يعني. هذا البيت من البحر البسيط، قاله ابو المتنبي، والمتنبي كما قلنا لا يستشهد بشعره، انما يستأنس بكلامه، لا يستشهد بشعره لأنه أتى بعد عصر الاحتجاج. والبيت من البحر البسيط، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يقول كفى جسمي هزالا وضعفا كوني رجلا، ولولا كلامي وسمع صوتي لم تبصرني أيها المخاطب. طبعا ده في غلو يا شيخ، كثره نحافته. ده في غلو يا شيخ. ايوه، الشاهد في هذا البيت بجسم، اللي هو كلمه ايه يا شيخنا؟ بجسم. ايوه، بجسمي. كمل يا مولانا. نعم يا مولانا. ها، نحيف. لا لا، هو يقصد نحافته يعني من كثره نحافته كانك لا تراه. وطبعا ده كله مبالغه يا شيخ، يعني كما يقول يعني اصدق الشعر اكذبه يعني. ها،
أجول أو أجول الشعر أكذبه. نعم. الثالث المبتدأ وذلك في قولهم بحسبك درهم وخرجت فإذا بزيد وكفى. طبعا بحسبك درهم أصلها حسبك درهم. نعم. الله قال وقول الحق حسبهم جهنم، فلما قلت بحسبك يبقى ده مبتدأ. نعم. مجرور لفظا. مجرور لفظا مرفوع أي مرفوع محلا، يعني يقول بحسبك تقول باء حرف جر زائد بس تأدب أنه الحرف صلة يعني. نعم. وحسبك ده مبتدأ، المبتدأ ده شيخنا مجرور لفظا لكن مرفوع محلا. كمل يا مشرف. وخرجت فإذا بزيد. ها؟ وخرجت فإذا بزيد. فإذا إيه؟ بزيد. بزيد يعني فإذا زيد، أصلها فإذا زيد. نعم. على إن إذا دي فجائية مولانا. نعم. وإذا الفجائية تليها جملة اسمية. نعم. كقولي سبحانه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب قال ألقيها فألقاها فإذا هي حية تسعى. يبقى إذا الفجائية تليها جملة إيه؟ اسمية، لكن إذا الشرطية تليها جملة فعلية إذا جاء نصر الله والفتح. كمل يا شيخ. وكيف بك إذا كان كذا. وكيف بك إيه؟ إذا كان كذا. أيوة يعني كيف أنت إذا كان كذا. نعم. أصلا يعني كيف أنت. كمل يا مولانا. ومنه عند سبويه بأيكم المفتون. بأيكم الإيه؟ المفتون. أي ده سيدنا سيبويه بيقول كده يعني. أيكم مفتون. أيوة. وقال أبو الحسن بأيكم. يبقى بأيكم أصلها يا شيخنا أيكم المفتون أصلها. نعم. كده يا شيخ. وقال أبو الحسن. وقال أبو الحسن. طبعاً أبو الحسن يعني الأخ يا شيخ مولانا. نعم. ده الأوسط. نعم. بأيكم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون. يعني بأيكم الفتون أو بأيكم الجنون. سمعنا باستقرار. أيوة. كمل. ثم اختلف فقيل المفتون مصدر بمعنى الفتنة وقيل. أيوة المفتون إيه مصدر بمعنى إيه؟ الفتنة. الفتنة أنتوا عارفين المصدر يعني التصريف الثالث للفعل صح؟ بس هي بمعنى الفتنة. المفتون في المصدر يعني فتنة يفتنه فتنة تاني. أليس يقول المفتون مفعول بمعنى الفتنة؟ مفتون ليس مفعول. نعم يا شيخنا. مفتون هنا اسم مفعول. أيوة ما هو في البال حال. مفعول بمعنى الفتنة مش مصدر بمعنى الفتنة أليس كذلك؟ يعني هو لفظه لفظ المفعول لكن معناه مصدر. لكن هو قال مصدر بمعنى الفتنة. فين اللي بيقول؟ قال أبو الحسن بأيكم متعلق باستقرار محذوف مخبر به عن المفتون. ثم اختلف فقيل المفتون مصدر. صح يا شيخنا؟ يعني هو يقول إيه؟ والمفتون على هذا اسم مفعول وليس مصدرا، يعني مفتون فهو مفتون ده اسم مفعول. صح يا شيخنا؟ أريد به المصدر. أريد به المصدر يعني هو لفظه لفظ اسم مفعول ليس مفعول لكن أريد به المصدر. وقيل الباء ظرفية أي في أي طائفة منكم المفتون. طبعا نقصد بالباء الظرفية يعني حرف جر. نعم. أي طيب. في أي طائفة منكم المفتون. طيب نقف عند كلمة تنبيه ونسأل الله الكريم المنان أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه.